بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا برضو في معمل البروبرتيز اوف ماتر لاب، معمل خواص الماده. والتجربه اللي هنشوفها دلوقتي هي ديترمينيشن اوف فيسكوستي كوفيشنت باي ستوكس لو، ايجاد معامل اللزوجه لسائل شديد اللزوجه زي الجليسرين باستخدام قانون ستوكس. فكره مبسطه كده عن التجربه، لو انا عندي سائل لزج كده هو زي الجليسرين زي الاويل زي العسل، اي سائل اللزوجه بتاعته عاليه، وحطيته كده هوت جوه جار، وجبت كوره حطيتها هنا هوت، وسمحت للكوره ديت ان هي تعمل فري فول ثرو الفيسكاس ليكويد خلال السائل اللزج دوت. الكوره ديت اول ما بسيبها السبيد بتاعتها بتزيد 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 لغايه ما توصل للماكسيمم سبيد بتاعتها اللي احنا بنسميها التيرمينال سبيد. لو انا اخدت علامه كده هوت على التيوب من عند الاي، ببقى ضامن ان الكوره اول ما جت عند الاي كانت ماشيه بيونيفورم سبيد. احسب التايم اللي هتاخده الكوره وهي نازله كده هوت من العلامه ايه، وهي نازله 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 تحت تاثير قوه اللزوجه وتحت تاثير وزنها وتحت تاثير قوه الدفع الاعلى، كل ديت قوه بتاثر على الكوره. احسب التايم اللي بتاخده الكوره من اول العلامه A لغايه العلامه B، بكون ضامن ان هي نازله بكونستانت سبيد. حسبت التايم، عندي الديستانس ديت من العلامه A لغايه العلامه B، اقسم الديستانس على التايم يديني اليونيفورم سبيد او الكونستانت سبيد او التيرمينال سبيد اللي كانت ماشيه بيها الايه اللي كانت ماشيه بيها البول ديت او الميتاليك سفير ديت. الرول اللي انا بستخدمه في التجربه ديت بيقول لي ان ايتا اللي هو الفيسكوستي كوفيشن ايكوالز 2 اوفر 9 ار سكويرد اوفر في رو اس ماينس رو ال تايمز جي. ار اللي هو الريدياس بتاع الفولينج بول، ودوت بنديهولك في السؤال في الامتحان. الفي اللي هي السبيد اللي انت عملت لها ديترمينيشن من الديستانس اوفر التايم، الديستانس بتوين تو فيكسد ماركس اي اند بي، والتايم اللي خدته الفولينج بول ديت عشان تتحرك من الاي لغايه البي. اقسم الديستانس على التايم لان احنا زي ما اتفقنا هي يونيفورم سبيد، فمن حقي اقسم الديستانس على التايم يديني الفي. رو اس اللي هو الدنسيتي اوف ميتاليك بول اللي هي الدنسيتي بتاعه الكوره الايه الصلبه اللي نازله ديت. رو ال اللي هي الدنسيتي اوف جليسرين او بتاعه الليكويد اللي انا عايز اعين الفيسكوستي بتاعته. الجي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي المعروفه. هنشوف دلوقتي ازاي بنعمل التجربه ديت، وبعد كده ازاي بنعمل سبستيتيوشن في الرول وبنعين الفيسكوستي كوفيشنت. برضو انا هنا بستخدم ستوب ووتش، ويستحسن ان انا احسب الزمن اكتر من مره، حوالي ثلاث مرات، واخد الافريج علشان اضمن ان يكون عندي التايم اللي انا حسبته مظبوط. برضو من ضمن البريكوشنز اللي انا براعيها ان ابعد الكوره عن الجدران على قد ما اقدر، يعني احطها كده وات في النص، يبقى الكوره نازله في الايه في النص بالظبط. ادي زي ما انتم شايفين قدامكم العلامتين اللي هم الاي والاي والبي. ببدا اشغل التايم، ببدا اشغل التايم من اول الكوره ما تيجي عند البدايه هنا وات عند العلامه، وابدا اوقف التايم برضو اول ما الكوره تيجي عند الاي عند البدايه. تعالوا كده نعمل اول محاوله ونشوف كده اهوت الايه. طبعا الستوب ووتش برضو انا بشغله اهوت اهو. هعمل ستارت امتى؟ اول ما الكوره ديت توصل لغايه العلامه اللي هي اسمها مين، اسمها ايه. ادي اهوت الكوره نازله، اول ما جت عند الايه عملت اهوت زي ما انتم شايفين التايم اهوت نازل نازل. اول ما جت عند البي عملت ستوب وحسبت التايم زي ما انتم شايفين التايم حوالي 6 ثواني و65 من 100 دوت. بعمل له ريكوردنج، بعيد التجربه مره ثانيه وبعين التايم، ممكن تلاقيه يطلع لك مثلا 7، تعين التايم مره ثانيه ممكن تلاقيه 6.5، تعين التايم مره ثالثه ممكن تلاقيه 7.4، تاخد الافريج، يبقى انت كده ضمنت ان التايم اللي عندك تايم ايه؟ تايم مظبوط. طيب نيجي بقى للكالكيوليشنز. زي ما قلنا اهوت بقوم جاي اعمل ريكوردنج كده هوت لكل الداتا اللي عندي. الريدياس دوت هو اللي مديهولك في السؤال، الرو اس برضو بيكون مديهالك، الرو ال بيكون مديهالك. ادي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، الديستانس دي اللي هي من العلامه من اول بدايه العلامه ديت اهيت من فوق مش من تحت، من هنا هوت
لغايه هنا اهوت. ديت انت بتقيسها بالايه؟ بالمسطره العاديه اهوت. بقيس كده اهوت من اول هنا اهوت لغايه ايه؟ لغايه هنا اهو. انا شايفها حوالي اهي 68.5 سنتي. خلاص ديت اللي هي مين؟ الدي. زي ما اتفقنا بنحسب التايم مره وتاني مره وتالت مره، اخد الافريج، اجيب السبيد اللي هي اليونيفورم سبيد او التيرمينال سبيد، ديستانس اوفر تايم، اعوض زي ما قلت لكم بكل الحاجات اللي عندي في الرول ديت، اقدر اطلع الايه؟ الايتا اللي هي الفيسكوستي كوفيشنت اوف جليسرين على حسب الوحدات اللي انا بستخدمها. اذا اشتغلت بالجرام والسنتيمتر والسكند هتطلع اليونتس اوف فيسكوستي، ولازم اكتب اليونت في الامتحان، هتطلع جرام سنتيمتر ماينس 1 سكند ماينس 1. اذا كنت شغال بالكيلو جرام والميتر تطلع كيلو جرام متر ماينس 1 سكند ماينس 1. بالتوفيق ان شاء الله.